الأخ بدر الداهوم اختزلوك في الملاحقة ويعتقدون أنهم بيرهبونه وبيرهبون النواب الشرفاء. احنا نقول لا، ما راح ترهبونه. أخطر ما في الأمر اللي كان يستخدم من 2011 لليوم استخدام القضاء كسلاح لترهيب الناس، استخدام القضاء كسلاح لإرهاب النواب المصلحين. ترى ها نسحب جنسيتك، ها ترى نسجنك، ترى نهجرك، ترى نلغي عضويتك. من وين؟ سلاح واحد، سلاح القضاء. احنا نقول، وهذه قلتها اليوم انا بتغريدتي، رسالتي للاخ رئيس مجلس القضاة والاخوة القضاء الشرفاء، لا تخلون الناس يتكلمون باسم القضاء ويهددون الناس باسم القضاء ويرهبون الأمة باسم القضاء. ترى ما باقي غير القضاء. القضاء هو آخر معقل في البلد، انهدمت كل المعاقل في البلد، ما عندنا غير القضاء. أي دولة ينهدم فيها مرفق القضاء قول عليه السلام. لا يمكن أن تصبح دولة لها مقومات. كل الناس، كل الشرفاء وكل الأمة يوم الأربعاء تنتظر هذا الحكم التاريخي بآثاره السياسية، ليست القانونية والقضائية فقط، إنما بآثاره السياسية وتداعياته على المشهد السياسي القادم بالكويت. لذلك يجب أن تعي السلطة هذا الأمر.